شوفوا هالغرزة قطعت الجرانية ما أحليها، بغرزة كتير مرتبة وحلوة فيك تشتغلي فيها على جهتين لونين، أي لونين بتحبيهم. تعال نشوف سوا كيف اشتغلناها وكيف طريقتها. مرحبا، اليوم رح نعمل جرانية كتير حلو ومهضوم. أول شي رح نعمل غرزة حشو، رح أعمل 27 سلسلة، 1 2 3 4، هعمل 27 وارجع لكم. اول شيء رح نعمل، رح نترك غرزة سلسلة ونروح للتانية واعمل غرزة حشو. هلا رح اعمل 5 سلاسل، تمام؟ رح حد 1 2 3 4، رح اعمل بالخامسة غرزة حشو، تمام؟ نرجع 1 2 3 4 5، نرجع نترك 1 2 3 4، بفوت بالخامسة وبعمل غرزة حشو، نرجع 1 2 3 4 5، نرجع نترك 1 2 3 4، بنفوت بالخامسة. رح نعمل هيك للنهاية، تمام؟ وهي آخر خمسة بدخل بالخامسة وبعمل سنجل كروشيه، تمام؟ بتصير عندي بهالطريقة. هلا رح ناخد اللون الأخضر ورح فوت بالغرزة اللي هون التالتي، رح اعمل الغرزة، تمام؟ هلا بنطلع 1 2 3 4، بدنا نشتغل هلا على الخط اللي هون. هعمل 1 2 3 4 5، بنجي للتالتي نحن، 1 2 3، رح اعمل عمود بلفي، برجع بعمل بنفس المكان عمود بلفي وبعمل سلسلتين، وبنفس المحل برجع بعمل 2 عمود بلفي بهاي الطريقة، تمام؟ نرجع بنروح للغرزة اللي بعدها، نختار غرزة 2 بالتالتي، بفوت وبعمل عمود بلفي، فوت مرة تانية وبعمل عمود بلفة وبعمل سلسلة 2، برجع بفوت بنفس المحل وبعمل عمود بلفة وعمود بلفة. رح أعمل على كل المربعات بهذه الطريقة، تمام؟ وارجع لكم. وصلنا للنهاية. أنا هون الغرزة هاي انتبه لها، رح أعمل لفتين على السنارة، رح أدخل بأي محل هون، أي محل بدك إياه مش مشكلة، بتطلعي من 2 بتطلعي من 2 بتطلعي من 2، عملته لفتين لاني انا هون بديت باربع غرز. هلا رح اخذ الاخضر اشتغل عليه. اول شيء رح اعمله رح اطلع باربع سلاسل، هذا 1 2 3 4، ورح احاول اجيب الشغل اللي انا اشتغلته واطويه بهي الطريقه على الغرزه، شايفين كيف؟ تمام، رح احطها بهي الطريقه لوصل انا للفراغ. شفتوا مش انا عامله هون فراغين السلسلتين، رح اطوي هاي واشتغل بالفراغ، بلف الخيط وبدخل فيها وبعمل عمود وبرجع بعمل عمود وبعمل سلسلة 2 وبرجع بعمل عمود وبرجع بعمل عمود. بنفس الطريقة بطوي الثانية وبروح على الفتحة اللي بين النص، بلف بعمل عمود كمان عمود وسلسلتين كمان عمود وكمان عمود، تمام؟ رح يصير عندي بهاي الطريقة، رح كمل وارجع. هلا رح اطلع مرتين وحاخد الغرزة الخضراء فاتحة مع الغرزة
الخضرة الغامقة، ولح أعمل أول عمود وأطلع منه وأطلع من اثنين وأطلع من اثنين، عمودي بلفتين مثل ما بديت بعمودي بلفتين. تمام، هلا رح أترك الشغل هون وروح للشغل بالخط الأخضر الغامق. أوكي، رح نطلع بخمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. هلا رح فوت هون، هلا رح نفوت بالفراغ بين الاثنين الخضر ونعمل غرزة حشو. نرجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبرجع للفراغ بين الاثنين وبعمل غرزة حشو. برجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بجي بين الغرزتين شايفينهم وبعمل غرزة حشو. برجع واحد اثنين ثلاثة أربعة، برجع عند الفراغين هون وبعمل غرزة حشو. رح كمل هيك، وصلت للنهاية. رح أعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وآخد هون بأي محل غرزة حشو وأعمل غرزة حشو. تمام، بهي الطريقة. بعد ما أخذت الخمسة طلعت بأربعة. بعد ما أخذت الخمسة بالنص بالأخضر بس، شايفين كيف؟ هلا بدخل وبعمل بالفراغ، سوري، بهالطريقة بدي أمسكها مع الأخضر وأرجع أعمل نفس اللي عملته قبل. واحد اثنين وغرزتين، برجع عمودين، واحد اثنين. تمام، رح كمل بنفس الطريقة. وآخر شي بعمل لفتين وبعمل بدخل بالاثنين بالخضرة الفاتحة والخضرة الغامقة، وبعمل بطلع من اثنين وبطلع من اثنين وبطلع من اثنين، بيصير عندي الدور الثاني جاهز. تمام، هلا بدنا نروح للأخضر، فوتها هنشتغل هلا باللون الأخضر. رح أطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة، رح أجي على الأخضر هون هعمل سنجل كروشيه، برجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بجي على الأخضر اللي هون شايفينه لحاله بعمل سنجل كروشيه، برجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة على الأخضر بعمل سنجل كروشيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وبعمل سنجل كروشيه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبجي بأي محل هون بالأخير وبعمل غرزة حشو. تمام، هلا باخد الأخضر نفس اللون بطلع فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبرجع هلا بدي اضغط هيدي على هاي. تمام، بلف الخيط وبعمل واحد اثنين عمود، برجع بعمل عمود تاني، واحد اثنين، برجع بعمل عمود تاني، واحد اثنين. تمام، رح كمل بهاي الطريقة بين الأخضر والأخضر اشبكون وأعمل العواميد. وصلت لهالدور، شوفوا كيف تشتغل على اللونين، ممكن تاخديها هيك ممكن تاخديها هيك. هلا لا نرجع كمل معاكم عشان تتأكدوا من القطبة كيف. أنا هون اشتغلت بالأخضر، هلا لازم أعمل بطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وبروح لعند الأخضر اللي هوني بعمل سلاسة، برجع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شوفوا وين بفوت بهون. تمام، بالأخضر اللي هون وبعمل غرزة حشو،
برجع 1 2 3 4 5 بجي الأخضر اللي بعده بعمل غرزة حشو، برجع 1 2 3 4 5 برجع 1 2 3 4 5 بعمل غرزة حشو. هلا بعد ما اشتغلت الأخضر أخذنا الأخضر الغامق وعملت 5 تمام. بجي على الأخضر اللي هون بأخذ بس الأخضر الفتحة اللي هون شفتوها وبعمل غرزة حشو. برجع بعمل غرزة 2 3 4 5 وبروح على الأخضر الثاني الفراغ شفتوه هذا الفراغ بأخذ غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 برجي الفراغ اللي بعده وبطلع بغرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وبروح على المنطقة اللي هوني وباخد غرزة حشو من أي مكان مش مشكلة تمام. شوفوا الأخضر وباخد غرزة حشو بنهايته. هلا بطلع 1 2 3 4 5 شفتوا ما احلى هالغرزة كيف صارت؟ عم برجع اعد لكم لتعرفوا كيف اشتغلت فيها. هلا بطبق الاخضر على الاخضر وبرجع بعمل عمود 2 1 2 وعمود ثاني تمام. برجع بروح للي بعدهم بطبق الخضرة هاي مع الخضرة هاي وبعمل عمود تاني وسلسلتين وعمود واثنين. برجع بروح للفراغ اللي بعده وبعمل عمودين وسلسلتين وعمودين. برجع بلف الشغل وبروح للي بعده وبعمل عمود 2 سلسلتين وعمودين. برجع بلف الشغل بروح على اخر عمودين وبعمل عمود 2 سلسلة 2 وعمود وعمودين. ولاني طلعت بالبداية باربع غرز رح لف الخيط هوني لفتين واخذ نهاية الاخضر مع نهاية الأخضر الفاتح وأعمل عمود بطلع من 2 بطلع من 2 بطلع من 2. صرت هلأ بالأخضر الغامق شوفوه هو اللي بالبداية، فبدي روح أرجع للأصفر هلأ وأطلع فيه 5 سلاسل. حنطلع 1 2 لحظة نقطة مش مزبوطة 2 3 4 5 تمام. بيجي للأخضر شفتوا بفوت عليه بعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 بروح للأخضر وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 بروح للأخضر وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 بروح للأخضر وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 بروح للنهاية وبعمل غرزة حشو. هلأ بطلع 1 2 3 4 5 لأنه بدي أشتغل من هون فلازم أشتغل بالأخضر الفاتح. رح أرجع أعمل بالفراغ مثل ما شايفين عمود 2 نفس الشغل تمام سلسلتين وعمود 2 تمام. بدي انتبه انه الاخضر الفاتح بده يكون من هالجهة والاخضر الغامق بده يكون من الجهة التانية. رح كمل لاخر الدور. خلصت.
هلا لاني طلعت هون باربع سلاسل بدي اعمل هون عمود بلفتين. حاخذ غرزه من الاخضر واشبك الاخضر الفاتح معه واطلع باخذ غرزتين وبطلع من سلسلتين وبطلع من سلسلتين. تمام. هلا الشغل بدي يكون مع الاخضر اللي هون. هلا بدنا ناخذ الاخضر وبطلع 1 2 3 4 5 وبروح لأول سلسلة خضار بعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 بروح للخضار اللي هون شفتوه على هذا الفراغ وباخد غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وباخد غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وغرزة حشو بآخر غرزة أخضر. بطلع 1 2 3 4 5 وبلف الشغل. هلأ بدي أخذ الغرزة اللي عملتها مع الغرزة الخضرة تمام لسكر المنطقة. بطلع بغرزة 2 فراغين وبرجع 1 و2 تمام. بكمل لآخر الدور. هلأ آخر شي عملت 5 غرز لح نفوت بالفراغ ونعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وبعمل غرزة حشو. برجع 1 2 3 4 5 وبعمل غرزة حشو. وهلأ هيدا لأنه آخر دور رح أختم هون وأسحب خيط طويل بهاي الطريقة وبقصه وباخد إبرة. بناخد الإبرة بنحطها بالخيط لأنه آخر دور. لما تضليتي تشتغلي ما لح تخلصي. فأنا آخر دور بنجيب الإبرة وبحط أنا بطبق الغرزة مع الغرزة بهاي الطريقة وبخيطها. بحاول الأخضر الفاتح ما يجي لجهة تانية تمام شوفوا ما يبين. بس بدي أطبق الغرزة أنا هاي مع الغرزة هاي تمام وبخيط. شفتوا كيف؟ بدي بس خليها تبين انها كاملة مع بعضها. اوكي لخلص الخياطة وفرجيكم كيف. وهيك بعد ما خلص معي الجراني شوفوا شو مهضوم شو مرتب. طريقته كتير حلوة. ممكن تعمليه شال بتطلعي فيه كشال. ممكن نعمله بطانية. ممكن تعمليه اي شيء. ويعطيكم العافية على المتابعة. بتمنى الدرس يكون بسيط. واي سؤال ممكن تكتبولي بصندوق الوصف. ما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب لعملكم دروس جديدة ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس وتعملوا لايك وشكرا لكم.